كلمة ذكر. كلمة ذكر شيء معروف سابقاً وذكرناك به، الأصل معروف، لأنه الفطرة التي فطر الإنسان عليها متطابقة تطابقاً تاماً مع منهج الله. أي إنسان لولا هذه الفطرة ما كان فيه بالكون كآبة. إنسان غربي ما سمع كلمة بحياته حق، لما أخذ شيء ليس له بحس بكآبة. تفسير الكآبة له فطرة سليمة متطابقة مع منهج خالق الأكوان، فلما خرج عن مبادئ فطرته شعر بالكآبة. لولا الفطرة ما في كآبة، ما في ألم نفسي أبداً. فالإنسان حينما يخطئ يشعر بالبعد عن الله، يشعر بكآبة، لأنه خرج عن مبادئ فطرته. تطابق الدين مع الفطرة تطابق تام. الدليل: فأقم وجهك للدين حنيفاً، يعني أن تقيم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عليها. أنت هكذا فطرت، هكذا جبلت، هكذا ولفت، هكذا برمجت. أنت مبرمج أو مولف أو مجبول أو مفطور، الكلمات كلها مرادفات لمعنى واحد، يعني خصائص النفس البشرية. فأي إنسان يسيء دون أن يشعر بعقله الباطن خرج عن مبادئ فطرته، وهذا الخروج يعني الكآبة. لذلك: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فقال بعضهم: ما بال الأغنياء والملوك، واحد مالك البلاد كلها، مئات القصور، أين المعيشة الضنك؟ فقال العلماء: ضيق القلب. المؤمن في عنده سكينة وعنده إحساس بالأمن، لو وزع على أهل بلد لكفى. وغير المؤمن لأنه أشرك فقذف في قلوبهم الرعب بما أشرك. أي مشرك ولو معه مليارات، ما دام مشرك في عنده خوف، الله يقذف في قلبه الرعب. لذلك قالوا: توقع المصيبة مصيبة أكبر منها، وأنت من خوف الفقر في فقر، وأنت من خوف المرض في مرض. لذلك مما قرأت عن أمراض القلب أن هناك أمراض قلب سبب الخوف من أمراض القلب. واحد ثقافته الصحية عالية جداً، قاري عن الجلطة واحتشاء العضلة القلبية، دائماً خايف، خوفه من أمراض القلب من أمراض القلب. أخواننا الكرام، مع البعد عن الله الحياة فيها شقاء. الهدف غير واضح. المؤمن يعني مبرمج وفق الآخرة، في كون، في حياة، في إنسان. مفهومات الكون والحياة والإنسان واضحة عند المؤمن، متوافق مع خصائص الحياة. لذلك الحياة في العالم الغربي عجيبة، ما في هدف. لذلك